لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال ابن جرير في بيان ترجيحه لقراءة يسمعون، قال: فإن ظن ظن أنه لما كان في الكلام إلى، كان التسمع أولى بالكلام من السمع. يعني لأن الأكثر أن تقول سمعت فلانا، وإنما تسمعت إلى فلان. قال: فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن العرب تقول سمعت فلانا يقول كذا، وسمعت إلى فلان يقول كذا، وسمعت من فلان يقول كذا. يعني يقصد أن سمع تتعدى بنفسها وبإلى وبمن، فهذا ليس ترجيحا. نحن ذكرنا أن القراءتان كلاهما صحيح، بأيتهما قرأ القارئ فأصيب، وأن وجه ترجيح يسمعون لا يسمعون التي أصلها لا يتسمعون، أنهم كانوا يتسمعون قبل البعثة النبوية، وكانت الشهب يرمى بها لكن قد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب. فقد تكون الكلمة تسمع من الحق فيكذبون معها 100 كذبة. بعد البعثة النبوية منعوا من أصل التسمع، وبالتالي منعوا من السمع، فهي أبلغ، لأنهم كانوا يقعدون فصاروا لا يستطيعون. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. زيد في الشهب حتى منعتهم من أصل الاستماع، وبالتالي صاروا لا يسمعون شيئا من الوحي. قال: وتأويل الكلام: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. أن لا يسمع إلى الملأ الأعلى، أن لا يسمع، حذفت أن اكتفاء بدلالة الكتاب عليها، كما قيل: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، بمعنى أن لا يؤمنوا به. ولو كان مكان لا أن يمكن أن كان فصيحا، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لأن لا تضلوا، أي أن لا تضلوا. كما قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي أن لا تميد، لأن لا تميد بكم. والعرب قد تجزم مع لا في هذا الموضع، فتقول: ربطت الفرس لا ينفلت. تنفع تقول برضو: ربطت الفرس أن ينفلت، كما قال بعض بني عقيل: وحتى رأينا أحسن الود بيننا
مساكنة لا يقرف الشر قارفه، لا يقرف بدل لا يقرف، لا يقرف أصلا يقول الرفع لغة أهل الحجز. قال قتادة: لا يستمعون أو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قال: منعوها، ويعني بقوله إلى الملأ إلى جماعة الملائكة التي هم أعلى ممن هم دونهم، ويقذفون من كل جانب دحورا، ويرمون من كل جانب من جوانب السماء دحورا. والدحور مصدر من قولك دحرته، أدحره دحرا ودحورا. والدحر الدفع والإبعاد، يقال منه ادحر عنك الشيطان، أي ادفعه عنك وأبعده عن قتادة. ويقذفون من كل جانب دحورا، قال قذفا بالشهب عن مجاهد. ويقذفون يرمون من كل جانب، قال من كل مكان دحورا مطرودين. قال ابن زيد: ويقذفون من كل جانب دحورا، قال الشياطين يدحرون بها على الاستماع. وقرأ: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. قال دحورا ولهم عذاب واصب. يقول تعالى ذكر هذه الشياطين المسترقة السمع، ولهذه الشياطين المسترقة السمع عذاب من الله واصب. اختلف أهل التأويل في معنى الواصب، فقال بعضهم معناه الموجع عن أبي صالح: ولهم عذاب واصب. قال موجع عن السدي في قوله عذاب واصب، قال الموجع. وقال آخرون بل معناه الدائم عن قتادة: ولهم عذاب واصب، قال أي دائم. عن مجاهد: عذاب واصب، قال دائم. عن ابن عباس: ولهم عذاب واصب، يقول لهم عذاب دائم. عن عكرمة: ولهم عذاب واصب، قال دائم. قال ابن زيد: الواصب الدائم. أما التأويلين، وأولى التأويلين في ذلك بالصواب: تأويل من قال معناه دائم معناه واصب، تأويل من قال معناه دائم خالص، وذلك أن الله قال: وله الدين واصبا، فمعلوم أنه لم يصفه بالإيلام والإيجاع، وإنما وصفه بالثبات والخلوص. ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: لا أشتري الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا، أي دائما. إلا من خطف الخطفة، يقول إلا من استرق السمع منهم فأتبعه شهاب ثاقب، يعني مضيء متوقد. عن قتادة: شهاب ثاقب من نار، وثقوبه ضوءه. قال السدي: شهاب مضيء يحرقه حين يرمى به. كان ابن عباس يقول: لا يقتلون كان ابن عباس يقول: لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون، ولكنها تحرقهم من غير قتل، وتخبل وتخدج من غير قتل. لو كان الإسناد ابن عباس صحيحا لكان مما يقال من قبل الرأي، لكن هو إسناد ضعيف، وهو أمر ليس مذكورا في الآية.
قال ابن زيد فأتبعه شهاب ثاقب. قال الثاقب: المستوقد. والرجل يقول: أثقب نارك، ويقول: استثقب نارك، استوقد نارك. عن عبيد الله قال: سئل الضحاك: هل للشياطين أجنحة؟ فقال: كيف يطيرون إلى السماء إلا ولهم أجنحة. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.